بسم الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تأتي حقيقة مسألة المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء السوداني حمدوك في وقتنا، أقول بأنه تأخر كثيرا. يعني إن كان هنالك أصلا من مجال لإنقاذ الموقف، أعتقد أنه تأخر كثيرا، حيث وصلت الحالة إلى ما يمكن أن أسميه بقاب قوسين أو أدنى من حالة الانهيار الكامل للدولة السودانية إذا لم يتم حقيقة موضوع التدارك. الأمر الثاني أيضا تأتي في ظل حالة من الاحتقان الكبير جدا في الشارع السياسي، وخصوصا الثوار، ونحن أمام تقريبا الآن تعبئة كانت حاصلة وجارية حتى هذه اللحظة لنهايات يونيو. يمكن أن تكون هنالك محاولة على كل لما يمكن أن يسميه البعض بثورة قد تكون ذات طابع جذري أكثر من الثورة السابقة، وقد تطال حتى القوى السياسية التي هي على رأس السلطة. وبالتالي إذا كنا في المراحل السابقة نشهد مظاهرات وقوة ثورية تتحرك لما كان يسمى باستكمال الثورة، فإن هذه اللحظة التاريخية التي يلقي فيها رئيس الوزراء بهذه المبادرة، الصوت يعلو كثيرا لمسألة إسقاط هذه الحكومة والإطاحة بها. الأمر الثاني أيضا تأتي هذه المبادرة في ظل أجواء أيضا يبدو أن رئيس الوزراء غير مطمئن فيها إلى الحاضنة أو إلى الحليف العسكري، يعني المكون العسكري. واضح أن من يقرأ ما بين السطور في إطار هذه المبادرة يلاحظ بأن الرجل غير واثق من هذا الحليف الذي ظل مرتمي إلى حد كبير في أحضانه لعامين كاملين. يبدو الآن هذه المسألة غير مطمئنة بالنسبة لرئيس الوزراء. أضف إلى ذلك أيضا، علينا أيضا أن لا نغيب المحيط الإقليمي وما يجري في المنطقة، فهنالك أيضا الهواجس كثيرة جدا، خاصة القوى الإقليمية والدولية، في ظل التصاعد الذي يجري في منطقة القرن الأفريقي. يخشى أيضا من هشاشة الوضع الأمني في السودان أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي قد تكون هنالك قوة على كل إقليمية ودولية ترغب أيضا في حالة من ما يمكن أن أسميه تأمين الحالة في السودان. يعني الوضع بالنسبة لهم غير مريح، والأمور قد تتجه إلى نوع من الانفلات الأمني، وهذه طبعا بطبيعة الحال لا مرغوبة للاتحاد الأوروبي، ولا مرغوبة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى للقوى الإقليمية، وخاصة هنا أشير إلى الدور المصري. فالمصريين قلقين جدا مما يجري في السودان من تحولات، من إشكالات على كل كبيرة جدا، وخصوصا يعني الخوف من تداعيات الموقف اللي هو تعدد الأجنحة العسكرية. أضف إلى ذلك الأصوات التي تتعالى جهويا في السودان، كل ذلك على كل يجعل المتابع عن قرب للشأن السوداني يلاحظ بأن الوضع مخيف. وبالتالي هذه باختصار الحالة التي أفرزت هذه المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء السوداني.